السلام على من اتبع العقل ونبذ النقل وفكر. عسلم. في الحقيقة كثير من المشاهدين للقناة اتصلوا بي سواء على اليوتيوب أو على الفيسبوك وأصروا وألحوا على أن أتكلم عن الغنوصية، رغم أني تكلمت في فيديو من الفيديوهات عن الغنوصية، ونتكلم ديما على الغنوصية عندما نجبد موضوع يخص الغنوصية. ما نحبش نعمل فيديوهات خاصة بالغنوصية، لأن الغنوصية ليس معتقد وليس دين لكي نخصص لها فيديوهات خاصة بها، ولكن لا يمنع أن نغتنم الفرصة ونتكلم في بعض الفيديوهات عن ما يسمى الفكر بين قوسين الغنوصي، لأن الغنوصية في الحقيقة ليس فكر وإنما هي أكثر شيء حس. إذن في هذه الفيديوهات عن الغنوصية سوف أتكلم أكثر شيء على القواعد الأساسية التي تقوم عليها الغنوصية، وأهم قاعدة هي القاعدة الحسية. ولكن قبل أن أذكر هذه القواعد التي تقوم عليها الغنوصية، يجب أن نأخذ فكرة حول تاريخ الغنوصية حسب ما نجد في الكتب وعلى الانترنت. طبعا أي إنسان يمشي يبحث على الغنوصية، أول حاجة ما يلقاش معلومات كافية، وفي كثير من الأحيان ينسبون الغنوصية إلى ما يسمى بعالم الشر أو الشيطان أو إبليس، وفي كثير من الحالات نجد الغنوصية مختلطة بالديانات الإبراهيمية. أصلا كلمة غنوصية هي أصلها يونانية، والمعنى متاعها هي المعرفة، ونعرف اللي احنا الغنوصية موجودة قبل اليونان وبكثير جدا، وقبل الأديان الإبراهيمية وقبل الأديان التي ظهرت في الشرق الأقصى وفي الشرق الأوسط. هذه مسألة واضحة وبينة، ولكن هذا الاسم ظهر للعيال عند البشرية هو تقريبا في منطقة السند، ثم في منطقة الهند، ثم انتقل إلى منطقة الشرق الأوسط، ثم انتشر في بقية العالم، والذي كان يعني المعرفة أو معرفة الحقيقة. لهذا كلمة غنوصية هي أصلها يوناني، وهي النجم نقول ترجمة حرفية لما كان يعتقد في الهند وفي الشرق الأوسط حول الغنوصية. طبعا عندما تبحث في الكتب وفي الانترنت تلقى اللي أصل الغنوصية هو علم يهودي، وهذا طبعا غير صحيح، ونجد أن المسيحية تأثرت كثير بالغنوصية، رغم أنها تعتبر الغنوصية كفر وعبادة الشيطان. كل الديانات الإبراهيمية تقريبا تعتبر الغنوصية شر مطلق، وأنها من فعل إبليس أو الشيطان، رغم أني كلها تأخذ من الغنوصية، بل كل المعتقدات تأخذ من الغنوصية. هذه المسألة اللي تابعوا الفيديوهات متاعي يعرفوها وفهموها. هنا اللي حبيت نقول، هل بالفعل الغنوصية هي معرفة الحقيقة؟ وشنو اسم هذا العلم أو هذه المعرفة قبل أن يطلق عليها معرفة الحقيقة أو الغنوصية؟ في الحقيقة الغنوصية
هي العلم الوحيد اللي موجود عند الإنسان وليس له اسم واضح. النجم نقوله اللي تطبق وتعرف وتنقل بدون اسم. يمكن أن أقول إن أقرب كلمة يمكن أن نستعملها لتعريف الغنوصية هي كلمة موجودة في اللغة العربية اللي هي الفطرة. ونعرف وإحنا اللي الإسلام اتكلم على الفطرة، وفي الحقيقة كلمة الفطرة هي كلمة جدا مهمة تدل على الأصول الغنوصية التي موجودة في الإسلام، وهذا تو نتكلم عليه احنا عندما نتكلم على الإسلام وظهور الإسلام في تاريخ الأديان والمعتقد. ولكن هوني خلينا نحكيه على الغنوصية. الغنوصية هي فطرة الإنسان، الفطرة الطبيعية التي يولد بها الإنسان. لهذا الغنوصية في الحقيقة لا تؤمن بحقيقة مطلقة للجميع، ولا تؤمن بأن هناك حقيقة سوف تستمر. بالنسبة لها كل إنسان يولد فهو يولد على فطرة، على طبيعة نتيجة التطورات التي حدثت قبله، ويجب على كل إنسان أن يعيش الطبيعة متاعه ويحاول أن يطورها. هنا حبيت نضرب مثال بسيط قبل أن أنتهي من هذه الفيديو اللي نعتبرها معناتها فيديو قصيرة، لكي نبدأ ونغتنم الفرصة في هذه الفترة أني نعمل فيديوهات قصيرة متاع 10 دقائق 15 دقيقة 20 دقيقة نتكلم فيها على الغنوصية ونعرف القواعد الأساسية للغنوصية. في الحقيقة الغنوصية لا تؤمن بشيء اسمه صدفة، ولا تؤمن بأن هناك شيء موجود في الكون جاء هكاك. هذه نقطة. النقطة الثانية، الغنوصية لا تفضل شيء على شيء، أي بالنسبة لها الإنسان والشجرة وأي حيوان والكون وأي شيء في الكون هم متساويين. الأفضلية هي في ما يسمى تطبيق الطبيعة. نضرب لكم مثال بسيط على هذه المسألة. الغنوصية تقول مثلا أن زوز أواني، إناء يرفع لترتين وإناء يرفع لتر، فهؤلاء الإناءين لو هذا الإناء اللي عنده القدرة أن يحتوي على لترين امتلأ لترين، ثم أخذنا هذا الإناء الذي قدرته على أن يحمل لتر امتلأ لتر، فهؤلاء بالنسبة للغنوصية متساوون، لأن كل واحد منهم ملأ طبيعته كلها. بينما لو ناخذ الإناء اللي هو يرفع لترين وناخذ الإناء اللي يرفع لتر ونجعل الإناء اللي يرفع لتر ممتلأ لتر كامل، بينما الإناء اللي يرفع لترين ممتلأ لتر ونصف فقط، فهنا الإناء الذي يرفع لتر بالنسبة للغنوصية هو أفضل من الإناء الذي قدرته أن يرفع لترين ولكن رفع لتر ونصف فقط. على هذا المقياس تعتمد الغنوصية في تحديد أفضلية الأشياء،
وتفسر هذا بأن كل شيء في الكون هذا الكل، أي جزء في الكون هذا يأتي لكي يمتلئ، أي يأتي بقدرة للامتلاء ويجب عليه أن يقوم بالواجب نتاعه، أي سواء شجر سواء نبات سواء حجر سواء إنسان جاء بقدرة معينة من أجل أن الوعي يكسب تجربة في المادة. فالذي يحقق المطلوب منه هو الأفضل، ومن لا يحقق هو الأقل. وبالنسبة للغنوصية، فكرة الموت والحياة هي عندها بعد آخر، وإحنا نبحث في الفيديوهات القادمة حول هذه النقطة. هنا أردت أن أبين نقطة مهمة، أن الديانات الإبراهيمية كلها تحتوي على الفكر الغنوصي، لا أقول كله وإنما أغلبها، وخاصة المذاهب السرية والمذاهب الروحانية وغيرها من المذاهب اللي موجودة في الديانات الإبراهيمية أو حتى في المعتقدات والديانات الشرق الأقصى، نجد لب الغنوصية موجود فيها. بل كل الحركات ما يسمى العالمية أو اللوبيات العالمية التي تسير العالم تحتوي على فكر الغنوصي. ولكن هنا يتساءل الواحد، شنو هو أصل هذا الفكر؟ وكيفاش جاء هذا الفكر؟ هذا باش نحاول نعرفه في الفيديو القادم، ونخصه شهر رمضان إن نعمل كل يوم فيديو وناخذ كل يوم نقطة معينة ونتكلموا حول الغنوصية، ونفهموا الجوانب اللي موجودة في الديانات سواء السماوية أو غيرها من الفكر الغنوصي. أنت بيدك تعرف وتنتكلم عن الغنوصية وتعرف، ولكن أؤكد وأعيد أن الغنوصية ليس دين وليس معتقد، وإنما إحساس آني، أي القول الغنوصي بتاع البارح مش كيما بتاع اليوم مش كيما بتاع غدوة. فالغنوصية لا تعطيك أفكار وإنما تعطيك أساليب للحس وللفكر، أي لا تعطيك أشياء جاهزة. من الخطأ القول إن الغنوصية أفكار، ومن الخطأ القول إن الغنوصية حس يستمر. فالغنوصية هي أفكار آنية تتغير وتتطور مع الإنسان، والهدف من الغنوصي هو أن يكون في تغيير واستمرارية في الوجود، سواء من الجانب الحسي أو الجانب الفكري. وهذه النقطة الكل سوف نحاول نعرفها خلال شهر رمضان، ونعرف كيفاش الغنوصية تعلمك تحس وتفكر. وشكرا على المتابعة، ومع فيديو قادم، وبسلامة.